السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. استكمالا لمحاضرات السي ان اس، فاحنا هنبدأ برانش جديد من السي ان اس، وهو السبيشال سينس، الحواس المتخصصة. يعني ايه الحواس المتخصصة؟ الحواس المتخصصة زي مثلا حاسة البصر، الفيجن، والسمع، الهيرينج، والتذوق، التيست. وبمناسبة الكلام عن السبيشال سينس والحواس المتخصصة زي البصر والسمع والتذوق، فالحواس دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن كتير جدا. يعني مثلا الآية اللي هي كل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، وغيرها من الآيات كتيرة جدا. وده إن دل على شيء فإنما يدل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى وإعجازه في خلق الحواس دي. فيلا بسم الله نبدأ المحاضرة بتاعتنا. إن شاء الله النهاردة هناخد الفيجن، عايزين نحسن النية للعلم ونشوف إبداع ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. وبالمناسبة لما كنت قدكم كده وكنا بناخد الشابتر بتاع الفيجن ده، أنا كنت انترستد جدا بيه لأنه هو من الشباتر الممتعة جدا إن شاء الله. ولما كبرنا وخدنا رمض بقينا انترستد اكتر يعني. فيلا بسم الله نبدأ. ازاي يعني بصورة مبدئية كده، ازاي عملية الابصار بتتم في الانسان، او ازاي الانسان بيشوف؟ عملية البصر بتتم عن طريق حاجة بسيطة جدا، ان الأشعة الضوئية بتسقط على العين، ولما الأشعة الضوئية بتسقط على العين بتمر خلال العين بأوساط كتيرة جدا جدا جدا، بيخضع الضوء خلال الأوساط دي لانكسارات متتالية، بحيث إن الصورة تقع على حتة معينة في العين بنسميها الشبكية اللي هي الريتنا. وفي الشبكية اللي هي الريتنا الضوء لما يسقط عليها يلاقي البوابة أو المدخل اللي هيدخله للبرين. إيه هي البوابة أو المدخل اللي هيدخل الضوء للبرين؟ هو الريسبتور. يقوم الريسبتور اللي موجودة في الشبكية أو منطقة الريتينا، زي ما احنا خدنا في المحاضرة بتاع السنسوري ريسبتور، تحول الطاقة الكهرومغناطيسية اللي هي على هيئة ضوء إلى electrical charges، إلى كهرباء في صورة action potential. ومن ثم ينتقل الاكشن بوتينشال ده من الريسبتور خلال افرنت إلى البرين المخ، وفي البرين الدماغ بيترجم الضوء وبيترجم الصورة وبيدينا إحساس بالصورة اللي بسميها perception اوف البيكتشر. يعني بيعمل بيرسبشن للكهرباء اللي جايله على صورة بيكتشر او صورة او رؤية للمنطقة اللي انا عايز اشوفها. فهنبدأ اول حاجة في المحاضرة بتاعتنا بالكلام عن المدخل او البوابة اللي الضوء بيعدي من خلالها للبرين، واللي بيتم فيه تحويله من اشعة الى كهرباء، وهي الريسبتور. الريسبتور عندي في الريتينا بتنقسم الى نوعين، رودز وكونز. اسمهم غريب شوية بس هنعرف الاسم ده جاي منين. رودز وكونز، رودز وكونز. قبل ما نبدأ في أي حاجة نعرف إن الرودز، الريسبتور اللي اسمه رودز ده، متخصص في الرؤية الليلية، تمام؟ أما الريسبتور اللي اسمه كونز فهو المتخصص للرؤية النهارية. زي اي ريسبتور في الدنيا، لو جينا نقول الديفينيشن بتاع الرودز والكونز، احنا عارفينها مش حاجة جديدة، ان المفروض الريسبتور ده بيبقى ايه؟ الريسبتور ده بيبقى عبارة عن نيرف سيل، اكشوال نيرف سيل. النيرف سيل دي الدندرايت بتاعتها حصل فيها شوية موديفيكيشن وادتني ريسبتور، والريسبتور دي بتتميز ان هي هايلي سبيشالايزد لللايت، لان هي الريسبتور المسؤولة عن الابصار. طيب لو جينا خدنا الريسبتور دي، سواء كانت الرودز اللي احنا قلنا عليها متخصصة في الرؤية الليلية، والكونز المتخصصة في الرؤية النهارية، وحطناهم تحت الميكروسكوب عشان نشوف هما بيتكونوا من ايه، هنلاقيهم بيتكونوا من 4 سيجمنت، 4 مناطق. اول منطقة بسميها الاوتر سيجمنت، تاني منطقة بسميها الانر سيجمنت، تالت منطقة بسميها منطقة النيوكليوس، رابع منطقة او رابع سيجمنت بيبقى اسمه السينابتيك بودي. اول حاجة او اول سيجمنت، الاوتر سيجمنت، لما جينا نحط الريسبتور دي كده، خدنا حتة كده من الريتينا وبدأنا نفحصها تحت الميكروسكوب عشان نشوف هي بتتكون من ايه، لقينا ان في بعض الريسبتور الاوتر سيجمنت بتاعهم بيبقى لونج سلندريكال، لقينا ان في بعض الريسبتور بتبقى تحت الميكروسكوب الاوتر سيجمنت بتاعها لونج سلندريكال، يعني اسطوانه طويله جدا 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 بتشبه القضيب، وقضيب يعني رودز، وبالتالي من هنا جات التسميه.
طيب، ولما بدأنا نفحص أكتر لقينا إن في بعض الريسبتور التانية لما حطيتها تحت الميكروسكوب كانت شورت كونيكال. يعني إيه شورت كونيكال؟ شورت كونيكال يعني شبه المخروط، يعني شبه الكونز. فعشان كده قلنا هنسمي الريسبتور اللي احنا لقينا الأوتر سيجمنت بتاعهم شورت كونيكال هنسميها كونز، جاية من اسم المخروط. فمن هنا جاءت التسمية، ان بناء على شكل الاوتر سيجمنت سمينا او قسمنا الريسبتور دي. في شوية ريسبتور لقينا الاوتر سيجمنت بتاعهم لونج وسلندريكال وبيشبه القضيب اللي هو الرودز، فقلنا هنسمي الريسبتور دي رودز. ولقينا ريسبتور تانية الاوتر سيجمنت بتاعتهم بتشبه المخروط شورت كونيكال قلنا هنسميها كونز. بدأنا ندقق أكتر وأكتر نشوف الأوتر سيجمنت ده فيه إيه. لقينا الأوتر سيجمنت ده فيه ممبرين، الممبرين ده حصل له فولدت زي ما أنتوا شايفين في الصورة في صورة ديسكس. يعني بيقول لنا إن الأوتر سيجمنت بيحتوي على إيه؟ ديسك شيبد لاميلي عبارة عن فولدس من إيه؟ من السيل ممبرين. يعني سيل ممبرين حصل فيه جوه إيه؟ شوية فولدس. في الأوتر سيجمنت برضو لقينا حاجة مهمة جدا جدا وحاجة جوهرية في محاضرة النهاردة وهتحطوا تحتها 100 خط. لقينا جوه الأوتر سيجمنت حاجة اسمها فوتو بيجمنت، صبغيات، شوية حبيبات صبغية لقيناها امبيدد في اللاميلي او السلمن برين اللي محصول له فولدد ده. طب حد هيقول لي هو السلمن برين ده ليه احنا عملناه فولدد؟ يعني ليه هو بالشكل فولدد؟ عشان نزيد مساحه السيرفيس اريا اللي الفوتو بيجمنت امبيدد جواها، اللي الفوتو بيجمنت متوزعه جواها. لما زود السيرفيس اريا فهيبقى عندي متسع ان انا يبقى عندي كميه حلوه جدا جدا من الفوتو بيجمنت اللي احنا هنعرف ان هي اهم حاجه اصلا في محاضره النهارده. تمام، ده بالنسبة للأوتر سيجمنت تحت الميكروسكوب. خلاص احنا كده خلصنا الأوتر سيجمنت. قولوا معايا الأوتر سيجمنت عبارة عن ايه؟ لقينا في بعض الريسبتور الأوتر سيجمنت بتاعها لونج سلندريكال قلنا هنسميها رودز، ولقينا ريسبتور تانية الأوتر سيجمنت بتاعتها شورت كونيكال على شكل مخروط قلنا هنسميها الكونز. بصينا بالميكروسكوب أكتر شوية جوه الأوتر سيجمنت لقينا عبارة عن سيل ممبرين حصل فيه فولدد كتيرة جدا على شكل الديسك، امبيدد جواها ايه؟ فوتو بيجمنت. خدوا بالكم من الكلمه دي، امبيدد جواها ايه؟ فوتو بيجمنت. جميل جدا، ده بالنسبه للاوتر سيجمنت. طيب بالنسبه للسيجمنت اللي بعده وهو احنا هنسميه الانر سيجمنت، لقينا الانر سيجمنت ده مليان ميتوكوندريا كتيره جدا جدا جدا. طيب ايه لازمه ان انا يبقى عندي السيجمنت ده فيه ميتوكوندريا؟ هنعرف بعدين كمان شويه ان الانر سيجمنت ده فيه صوديوم بوتاسيوم اتيباز بامب. اتيباز ها يعني محتاجة اتيبي، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان من حكمته ان هو يخلي الانر سيجمنت ده مليان ميتوكوندريا علشان الصوديوم بوتاسيوم اتيباز بومب. طيب السيجمنت بتاع النيوكلياس مش عليه كلام كتير، يعني هو موجود فقط في النيوكلياس. طيب السيجمنت بتاع السينابتك بودي ده بيعمل سينابس مع النيورونز تانية كتير هنعرفها برضو كمان شوية، وعن طريقها الإشارة بتوصل من الريسبتور للأفرنت للبرين. نعرف ان السينابتك بودي ده بيعمل سينابس مع الخلايا العصبية التانية، هنعرف دلوقتي تفصيلا هي ايه وازاي بيحصل السينابس. احنا كده خلصنا الهيستولوجي بتاع ايه؟ الرودز والكونز، او خلصنا التركيب بتاع الرودز والكونز. وما تنسوش الرودز بتاع الرؤية الليلية، اما الكونز بتاع الرؤية النهارية. احنا دلوقتي هنتتبع شعاع ضوء وهنشوف الضوء ده لما بيوصل للريسبتور في الريتينا ايه اللي بيحصل جوه الريسبتور دي، او ايه اللي بيحصل جوه الرودز والكونز ده. تعالوا الاول ناخد شوية معلومات هتفيدنا وهتبسط لنا الدنيا، وبعدين نرجع نقرأ الكلام اللي في الداتا واحدة واحدة. اي فوتو بيجمنت في الدنيا بتتكون من حاجتين، من بروتين وريتينال. اي فوتو بيجمنت في الدنيا بتتكون من مكونين، بروتين وريتينال. البروتين ده بسميه اوبسن. يعني ايه اوبسن؟ اوبتيك يعني رؤية، واي ان دي اختصار لبروتين، فاوبسن يعني البروتين الخاص بالرؤية. الجزء البروتين بارت ده بيختلف من ريسبتور للتاني، يعني هلاقي ان البروتين بارت اللي في الرودز بيختلف على الكونز، وان شاء الله هنعرف كمان شوية ان الكونز في منها انواع، في منها 3 انواع بيختلف برضو جواهم. البروتين ده بيختلف في الكونز ما بين بعضها. طيب ايه الريتينال ده؟ الريتينال ده ما هو الا فيتامين A، بس الدهايد فيتامين A، يعني الصورة الالدهايد من فيتامين A سميناها الريتينال. يعني دلوقتي اي فوتو بيجمنت في الدنيا
بيتكون من بروتين وفيتامين ايه اللي هو الدهيد. فيتامين ايه بقى؟ اللي هو اسمه ريتينال. طيب تعالوا بقى ناخد مثال ونطبق كده. لو قلتلكوا ان الفوتو بيجمنت بتاع الرودز اسمه رودوبسين، ده فوتو بيجمنت عادي جدا. لو جبت واحد من الشارع وانا قايله له المعلومتين دول ان اي فوتو بيجمنت في الدنيا بيتكون من بروتين وبيتكون من ريتينال، وقلت له انت عندك فوتو بيجمنت اسمه رودوبسين الخاص بالرودز، قول لي بيتكون من ايه؟ هيروح قايل لي انت مش لسه قايله ان الفوتو بيجمنت بيتكون من بروتين وريتينال؟ حلو جدا. طيب اذا فالرودوبسين بيتكون من اوبسين بروتين، بس بروتين خاص بيه اسمه سكوتوبسين، البروتين بقى الخاص بالرؤيه الرؤيه الليليه اسمه سكوتوبسين وريتينال. يعني ماشي، يعني انا دلوقتي لو جبت السكوتوبسين اللي انت بتقول لي عليه ده والريتينال ومسكتهم في بعض هيدوني الريدوبسين؟ هتقولوا لي اه ما انت اللي لسه قايله كده. اقول لكم لا، بس في معلومه انا عايزه اضيفها لكم، ان الريتينال لازم علشان يمسك مع السكوتوبسين ده ويكون الرودوبسين لازم هظبطه الاول، هحطه في كونفيجوريشن كيميائي كده حلو كده علشان يمسك فين؟ في السكوتوبسين ويديني الرودوبسين. ايه بقى هو الكونفيجوريشن الكيميائي ده اللي انا هظبط الريتينال فيه؟ هحط الريتينال في صوره 11 سيس ريتينال، لازم احطه في كونفيجوريشن كيميائي معين علشان يقدر يمسك فيا يمسك ليا في السكوتوبسين ويديني رودوبسين ثابت، يعني مركب الرودوبسين ده يكون ثابت. بس انا لو مسكت السكوتوبسين مع الريتينال هيديني رودوبسين، بس الرودوبسين المتكون لو مسكته كده مع الريتينال من غير ما اظبطه الاول واحطه في الكونفيجوريشن اللي انا هقول لكم عليه هيبقى مركب غير ثابت، انستيبل، هيعمله هيتفك على طول. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الريتينال في كونفيجوريشن كيميائي معين، لما بيجي يمسك في السكوتوبسين بيكون ليا الرودوبسين. ايه هو بقى الكونفيجوريشن الكيميائي ده؟ اسمه 11 سيس ريتينال، 11 سيس ريتينال. إذن 11 سيس ريتينال زائد سكوتوبسين يديني ستيبل رودوبسين. يديني إيه؟ ستيبل رودوبسين. نقول تاني عشان الحتة دي ممكن تلخبطكوا شوية. إحنا قلنا أي فوتو بيجمنت في الدنيا كلها بيتكون من مكونين، بروتين وريتينال. الريتينال ده ألدهيد من فيتامين A. طيب هناخد مثال على الكلام ده، هو الفوتو بيجمنت اللي موجودة في الرودز اللي احنا سميناها رودوبسين، قلنا هتبقى مكونة من ايه؟ ببساطة خالص هتبقى مكونة من بروتين وهتبقى مكونة من ريتينال، واحنا اتفقنا ان البروتين بيختلف من الرودز للكونز وبيختلف من الكونز لبعضهم، مالناش دعوة دلوقتي بالكونز. الفوتو بيجمنت بتاع الرودز اسمها ايه؟ اسمها رودوبسين، بتتكون من ايه؟ من بروتين اسمه سكوتوبسين وريتينال. طب جينا مسكنا مع بعض السكوتوبسين والريتينال لقيناه بيتكون لرودوبسين بس مش رودوبسين ثابت، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان لازم يظبط ليا الريتينال في كونفيجوريشن كيميائي معين اسمه 11 سيس ريتينال، بحيث ان هو لما يجي يمسك مع السكوتوبسين يديني ستيبل رودوبسين، يعني رودوبسين ما يتحللش بسهوله. حلو جدا، دي كانت معلومه سريعه كده. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي بيحصل لما شعاع الضوء بيسقط على الريسبتور ده وبيوصل للفوتو بيجمنت، وهناخد مثال عليها الرودوبسين زي ما احنا اتفقنا. اول ما الشعاع الضوئي بيسقط على الرودوبسين يدخل الرودوبسين ليا في سلسله من التفاعلات المتتاليه هنقولها دلوقتي. رودوبسين، بصوا معايا في الصوره الموجوده في الداتا، الرودوبسين اول ما بيسقط عليه شعاع ضوئي فهو بيخضع اول حاجه اللي هو بيتحول لمركب كيميائي اسمه الباثورودوبسين، والباثورودوبسين يتحول ليا للوميرودوبسين، واللوميرودوبسين يتحول ليا للميتارودوبسين 1، والميتارودوبسين 1 يتحول ليا للميتارودوبسين 2. وهنا نقف، لازم هنا نقف. ليه لازم هنا نقف؟ لان الميتارودوبسين 2 ده مركب نشط جدا، مركب اكتف. يعني ايه مركب اكتف؟ يعني بيعمل ليا شويه حاجات. الميتارودوبسين ده يا ساده زي ما بيقولوا انه المسؤول عن ايه؟ هو المسؤول ان هو يتحكم في بعض الانزيمات. الانزيمات دي بتفتح ليا ايونيك شانل وتقفل ليا ايونيك شانل، يعني مثلا تفتح ليا صوديوم تقفل ليا بوتاسيوم، ايا يكن اللي هتعمله. كون ان الميتارودوبسين 2 بيتحكم في الايونات فهو بيتحكم في الكهرباء، فبالتالي الميتارودوبسين 2 يقدر من خلال ان هو التحكم بتاعه في الشانلز بتاع الايونات انه يعمل ليا دي بولاريزيشن ويولد ليا كهربا، وبالتالي ده اللي انا عايزه من الريسبتور.
ان اللايت ريز تتحول لكهرباء. علشان كده الميثرو دوبسون 2 مركب مهم جدا جدا جدا، وبسميه الاكتيفيتد رودوبسن، بسميه الاكتيفيتد رودوبسن. واحنا عرفنا ليه، لانه هو بيتحكم في بعض الانزيمات اللي بتقدر تفتح ليا ايونيك تشانل وتقفلها، فبالتالي ممكن اولد كهرباء واحول الشعاع الضوئي الكهرباء، وده اللي انا عايزاه. بعد كده الميتاروبسين 2 بيبدأ ينحل، بينحل إلى اسكوتوبسين وريتينال، صح؟ لا مش صح طبعا. ازاي؟ احنا متفقين ان الاسكوتوبسين، احنا متفقين على الاسكوتوبسين، مفيش اختلاف عليه ان الاسكوتوبسين ده هو البروتين الخاص بالرودز، بس المشكلة كلها كانت معانا في الريتينال، اللي احنا كده بنضطر اللي احنا نحطه في كونفيجريشن كيميائي معين علشان يبقى المركب ثابت. طب من غير ما تبص على الصورة هاخد رأيكم في حاجة، الريتينال ينفع الكونفيجريشن بتاعه يبقى 11 سيس ريتينال؟ هتقولوا لي لا طبعا، لانه لو 11 سيس ريتينال يبقى المركب اسمه رودوبسن، بس للاسف اللي اتحلل دلوقتي مش الرودوبسن، اللي اتحلل دلوقتي ميتارودوبسن 2، يعني ما ينفعش الريتينال يبقى من النوع 11 سيس ريتينال، لان 11 سيس ريتينال دي خاصه بالرودوبسن الاصلي، بس انا دلوقتي رودوبسن الاصلي بتاعي ده اتحول لباسو رودوبسن ولومي رودوبسن وميتارودوبسن 1 وميتارودوبسن 2. مين اللي بينحل عندي دلوقتي؟ مين اللي تدور عليه في الانحلال؟ هو الميتارودوبسن 2، وحتى احنا سميناه اكتيفيتد رودوبسن، يعني اكيد مختلف عنه. فبالتالي الريتينال لازم يكون الكونفيجريشن بتاعه مختلف، والكونفيجريشن بتاعي هنا هو الاول ترانس ريتينال، يعني الاول ترانس ريتينال زائد الاسكوتوبسن يديني الميتارودوبسن 2. طيب الاول ترانس ريتينال ده بيدخل هو كمان في سلسلة من التفاعلات، لما يبقى يجي كده عدل ببساطة ويروح انزيم مشتغل عليه اسمه ايزوميريز، ويروح محوله ل 11 سيس ريتينال، ومن 11 سيس ريتينال يتحد مع الاسكوتوبسن وهنا هيديني الرودوبسن. لما الاول ترانس ريتينال ده يبقى يعني غلبي شوية كده وعايز يغلبنا، ويروح متحول لحاجة اسمها الاول ترانس ريتينول، والاول ترانس ريتينول بيتحول بالايزوميريز ل 11 سيس ريتينول، وال 11 سيس ريتينول وال 11 سيس ريتينول يتحول لل 11 سيس ريتينال، وده اللي انا عايزاه، ان ال 11 سيس ريتينال يتركب مع الاسكوتوبسن ويديني الرودوبسن. نقول تاني مش مشكله، التكرار حلو جدا. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم اول حاجة في عملية الفيجن او عملية الابصار او رؤية. اتفقنا ان عشان عملية الابصار او رؤية تتم، لازم شعاع ضوئي يسقط على الريسبتور اللي موجودة في منطقة الشبكية اللي هي الريتنا، ويتم تحويله من شعاع ضوئي الى كهرباء في صورة اكشن بوتينشيال. الاكشن بوتينشال يمشي في افرنت فايبر يروح للبرين، وفي البرين بتتم ترجمة الاشارات الكهربية دي ويديني بيرسبشن اوف الفيجن، يعني احساس بالرؤية. خدنا اول حاجة الريسبتور، قلنا دي البوابة اللي الشعاع الضوئي هيتحول منها من صورة الكهرومغناطيسية لصورة كهربية، وبدأنا ناخد تركيب الريسبتور تحت الميكروسكوب. قلنا لقيناهم نوعين، رودز وكونز، والرودز دي المخصصة للرؤية الليلية، والكونز دي الريسبتور المختصة بالرؤية النهارية. لما بدأنا نتفحص اكتر جوه التركيب بتاعهم داخل الميكروسكوب، لقينا ان الرودز دي بتحتوي والكونز الاثنين بيحتووا على حاجة اسمها الفوتو بيجمنت. الفوتو بيجمنت دي حاجة كده جوهرية مهمة جدا. الفوتو بيجمنت هي البيجمنت دي هي اللي بتحول ليا الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية. ازاي؟ عرفنا ان البيجمنت ده تركيبه الكيميائي عبارة عن بروتين بارت وعبارة عن ريتينال، وبيختلف البروتين بارت ده من رودز الكونز. قلنا بتاع الرودز، خدنا الرودز كمثال لينا، هناخد الرودز وهنستمر بيها كمثال لينا في شرحنا، ان هي عبارة عن اسمه رودوبس. الرودوبسن ده بيتكون من بروتين بارت وريتينال، اسكوتوبسن وريتينال. بس هنا لحظة، لو مسكنا الاسكوتوبسن مع الريتينال هيبقى الرودوبسن مش ثابت شوية، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يزبط لنا كونفيجوريشن كيميائي حلو كده للريتينال، هو 11 سيس ريتينال، بحيث ان هو لما يمسك مع الاسكوتوبسن يبقى الرودوبسن ثابت. بدأنا نشوف الشعاع الضوئي لما بيسقط على الريسبتور بيحصل ايه، لقينا ان الرودوبسن بينحل الى باثورودوبسن ولوميرودوبسن وميتارودوبسن 1 وميتارودوبسن 2. وقلنا نقف عند الميتارودوبسن 2 ليه؟ لان الميتارودوبسن 2 ده مركب مهم جدا، بيتحكم ليها في انزيمات، الانزيمات دي بتتحكم بدورها في ايونيك تشانل. ايونيك تشانل دي تقدر يعني تتحكم ليا في الكهرباء. كنا انا اتحكمت في الكهرباء ممكن اقدر اعمل دي بولاريزيشن، فممكن اعمل اكشن بوتينشال، ومن هنا هي ده اللي انا عايزاه، اللي انا احول الشعاع الكهربي للشعاع الضوئي لشعاع كهربي.
طيب خلاص انا عملت الشغل اللي انا عايزه، هل يا ترى الميتر ودوبسن توي ده انه مثلا ما بيبقاش له لازمه تاني؟ لا، لازم اعمله ريسايكل، اعيد تكوينه تاني واطلع منه فوتو بيجمنت تانيه. فالميتر ودوبسن توي ينحل ليا الى الاسكوتوبسن، دي ثابته لان انا في الرودز احنا قلنا البروتين ثابت، فالاسكوتوبسن ده في كل المركبات دي هتلاقوه موجود. هو الاختلاف كله في ايه؟ في الريتينال، في الكونفيجريشن بتاعه. فقلنا الكونفيجريشن بتاع الميتر ودوبسن توي اسمه الاول ترانس ريتينال. اول ترانس ريتينال لاما يجي عدل كده والايزوماريز يشتغل عليه ويتحول ل11 سيس ريتينال، لاما يكون غلباوي شويه ويدخل في تفاعل يعني في سلسله تحلل كده ان هو يتحلل لحد اول ترانس ريتينول، والاول ترانس ريتينول بالايزوماريز يتحول لاول ترانس 11 سيس ريتينول، 11 سيس ريتينول بدوره بقى يتحول ل11 سيس ريتينال، ومن هنا يمسكوا في بعض ويكونوا لي الرودوبسن. تعالوا بقى يلا نمسك الداتا بتاعتنا كده ونقراها واحده واحده من اول الفوتو كيمستري اوف الفيجن. اول حاجه الفوتو بيجمنت، كل من بوس اوف الرودز والكونز بتحتوي على فوتو سنسيف بيجمنت. الفوتو سنسيف بيجمنت دي بتتحلل لما الشعاع الضوئي بيسقط عليها وتؤدي الى اكسايتيشن. احنا عرفنا ازاي؟ عن طريق ان الميتاردوبسين 2 هو اللي بيولد ليا اكشن بوتنشال ويعمل ليا ديبولاريزيشن. طيب الفوتو بيجمنت الخاص بالرودز اسمه رودوبسين، بس الفوتو بيجمنت الخاص بالكونز ماشي نقوله دلوقتي مش مشكله. الكونز زي ما انا قلت لكم ان هي في منها تلات انواع، التلات انواع بتوع الكونز دي اللي هي مسؤوله عن الرؤيه النهاريه، في بعض الريسبتور مسؤوله ان هي تستحث ليا الضوء الاحمر فسميناها ريد سنسيف اللي هي اريثرو ليب، وفي بعض الريسبتور مسؤوله ان هي تستحث ليا اللون الاخضر الجرين فسميناها كلورو ليب. طيب في بعض الانواع بقى اللي هي مسؤوله ان هي تستحث اللون الازرق وهي الصيانو ليب بيجمنت، ودي هنقولها كمان شويه. اتش فوتو بيجمنت بيتكون من حاجتين، بروتين اسمه الاوبسن، والبروتين ده بيبقى سبيسيفيك لكل تايب، والفوتو بيجمنت بالاضافه ان هو بيتكون من بروتين فهو بيتكون من الريتينال اللي هو الدهايد لفيتامين ايه. طيب هناخد الرودوبسين كمثال ويل بي ديسكاسد برينسيبلي ونشوف ايه اللي بيحصل في الرودز او ايه اللي بيحصل في الفوتو بيجمنت اسمه رودوبسين. الرودوبسين ده عباره عن كومباينيشن زي ما اتفقنا من بروتين اسمه سكوتوبسين وريتينال، بس الريتينال اللي في الرودوبسين اسمه 11 سيس ريتينال، الكونفيجريشن بتاعه اسمه 11 سيس ريتينال. كون ان انا عندي 11 سيس ريتينال، الريتينال هاز سيفرال فورم تمام، بس ان هو في الصوره ان هو 11 سيس ريتينال لما بيبايند مع السكوتوبسين ده بيخليه لي ستيبل كومباوند. اون اكسبوجر تو لايت بيحصل سلسله التفاعلات الكيميائيه اللي احنا قلناها دي كلها، ان بي صغيره كده عن الميتارودوبسين 2 اللي احنا سميناه اكتيفيتد رودوبسين، ان هو عنده نفس الكيميكال ستراكشر بتاع الرودوبسين من ناحيه البروتين، يعني الاثنين عندهم سكوتوبسين بس الاختلاف كله ان الريتينال في صوره اول ترانس ريتينال. الاكتيفيتد رودوبسين يعتبر انستابل لان هو بينحل على طول الى سكوتوبسين واول ترانس ريتينال، والتفاعلات دي كلها بتحصل فين؟ بتحصل حيث ما وجدت الفوتو بيجمنت. اين توجد الفوتو بيجمنت؟ بتوجد في الفولدد لاميلي اللي موجوده فين؟ في الاوتر سيجمنت. معلومه كمان صغيره ان الاكتيفيتد ريدوبسين ده بيقدر يعمل ليه الكتريكال تشينج، زي ما احنا قلنا الالكتريكال تشينج دي بتقدر تحول ليه اللايت لاكشن بوتنشال. لو جينا نشوف بقى الريفورميشن بتاع الرودوبسين ازاي بعمل رودوبسين من الصوره برضو، عايزاكم انتوا تقولوا ازاي انا بعمل رودوبسين. هتقولوا لي ببساطه خالص قبل ما نقرا اي حاجه من الداتا، ان لما الميتا رودوبسين تو بينحل الى سكوتوبسين واول ترانس ريتينال، الاول ترانس ريتينال ده قدامه سكتين، لا اما الايزوموريز يشتغل عليه على طول فيحوله ل 11 سيس ريتينال، واما الاول ترانس ريتينال ده يتحول لحاجه اسمها الاول ترانس ريتينول، والاول ترانس ريتينول ده ايزوماريز يشتغل عليه يحوله الاول ل 11 سيس ريتينول، ومن ال 11 سيس ريتينول يتحول ل 11 سيس ريتينال، ومن هنا اقدر اشبك السكوتوبسين مع ال 11 سيس ريتينال عشان يديله رودوبسين. تعالوا نقراها كده. اول حاجه ازاي اعمل فورميشن اوف الرودوبسين. اول حاجه لو انا عندي الاول ترانس ريتينال اعمل له على طول كونفرجن ل 11 سيس ريتينال عن طريق ايزوماريز، اما لو انا مش عندي يعني مش عندي الاول ترانس ريتينول، مش عندي الاول ترانس ريتينال، بضطر الاول احوله الاول ترانس ريتينول، والاول ترانس ريتينول ل 11 سيس ريتينول، وال 11 سيس ريتينول الى 11 سيس ريتينال، وبالتالي اقدر امسك في الاسكوتوبسين واكون ليا الرودوبسين. هننتقل لنقطة تانية صغيرة كده وهو دور الفيتامين A في تكوين الرودوبسين. احنا اتفقنا ان الريتينال ده هو الألدهيد من فيتامين A، وبالتالي الفيتامين A مهم جدا 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 لعملية الإبصار. ولو انتوا فاكرين كنا بنقول الجزر بيقوي النظر، لان الجزر هو الكومون سورس الفيتامين A اصلا،
فعشان كده جت من هنا كلمة الجزر بيقوي النظر. اعرفوها بقى، لان الجزر بيحتوي على الفيتامين A، والفيتامين A زي ما احنا عارفين ان الالدهيد بتاعه اسمه الريتينال، اللي انا بستخدمه في تكوين الفوتو بيجمنت اللي بتساعدني ان انا احول الاشارة الكهرومغناطيسية لاشارة كهربية، وبالتالي بتساعدني على الرؤية. تعالوا نشوف الكلام بتاعنا بيقول ايه اللي في الداتا. ان اول حاجة ان الفيتامين A ده متوفر في السيتوبلازم بتاع الرز، بيوجد في منطقة اسمها البيجمنتد لاير. طبعا لازم يكون موجود، ليه؟ لاني انا بحتاجه باستمرار عشان ابني منه الفوتو بيجمنت. لما بيكون عندي ريتينال كتير جدا 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 في الريتينا، يعني بيكون عندي كمية ريتينال كتيرة جدا في الرز، لازم الكمية دي مهدرهاش، يعني ما حاولش ان انا اسيبها من غير ما اعمل لها ريسايكل. اتعودوا كده ان اي مركب مهم في جسمي بعمله عملية ريسايكل دايما. فلو انا عندي ريتينال كتير جدا جدا برجعه تاني لصورة فيتامين A، يعني بدل ما انا كنت حولته الالدهيد، يعني بدل ما كنت فيتامين A ده حولته الالدهيد وحصلت منه على الريتينال، انا خلاص دلوقتي مثلا انا داخل انام دلوقتي مش محتاج ان انا اشوف حاجة، انا هغمض عيني شوية انا مش محتاج اشوف حاجة، فالريتينال ده يرجع تاني لصورة فيتامين A ويتم حفظه في صورة فيتامين A لحين الحاجة له مرة تانية. الانتر كونفيرجن اللي انا احول الريتينال لفيتامين A والفيتامين A احوله الريتينال، ده مهم جدا في عملية الادابتيشن. يعني ايه مهم جدا في عملية الادابتيشن؟ بصوا يا شباب، باختصار انا لو انا محتاج، خاصة بالليل بيبقى محتاج كمية فوتو بيجمنت كتيرة جدا. هو الكلام ده سابق لأوانه شوية، هو احنا عندنا عنوان اسمه الادابتيشن، بس عشان ما نعديش الفقرة، انا لو عندي بالليل زي ما انتوا عارفين ان بالليل وانا ماشي في الشارع الجو بيبقى ضلمة شوية، فبالتالي الاستيميوليشن الاشارات الكهرومغناطيسية الضوء بيبقى قليل شوية، فببقى عايزة اعوض نقص الاستيمولوس ده بكمية فوتو بيجمنت كتير. يعني كمية الفوتو بيجمنت ده هتعوض ليا ان الاستيميوليشن بتاع الريسبتور بيبقى قليل. عارفين بالظبط زي فكرة ايه؟ انتوا خدتوها في الفارما. الفكرة بالظبط ان انا لما مثلا بيبقى عندي، او مش عارفة انتوا خدتوها اندوكراين ولا لا، ان انا مثلا بيبقى عندي هرمون ناقص في جسمي، فالجسم يعني كميكانيزم ان هو يعمل دي كومبنسيشن لنقص الهرمون ده، فهو بيكتر الريسبتور. تمام، الجسم كميكانيزم بيعمل سنسيتايزيشن للريسبتور، بيكترها وبيخليها ان هي سنسيف جدا لاي كميه قليله من الهرمون. هو ده اللي بيحصل بالظبط، ان انا وانا بالليل الجسم بيحاول يصنع كميه فوتو بيجمنت كتيره جدا جدا علشان تقدر تعوض ليا النقص فين؟ في الاشارات الضوئيه الاستيميوليشن. فانا لما اكون عايز اعمل فوتو بيجمنت كتير كتير كتير، بالتالي هضطر احول فيتامين A ريتينال كتير، صح ولا لا؟ فبالتالي انا كده عملت ادابتيشن للرؤيه الليليه، انا جسمي تاقلم مع الليل، عيني تاقلمت مع الليل، فبالتالي عملت ادابتيشن. طب بالنهار العكس شويه، بيبقى الضوء كتير جدا ومش محتاج فوتو بيجمنت كتير، او مثلا هنام او هغمض عيني، فكميه الريتينال دي اروح مختزنها الفيتامين A، احوشها شويه لاني مش محتاج فوتو بيجمنت كتير، وبالتالي انا برضو كده عملت ادابتيشن. مفهومه النقطه دي؟ نيجي الاول باثولوجيكال كونديشن متعلقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، وهي النايت بلايندنس او العمى الليلي. ايه هو النايت بلايندنس او العمى الليلي ده؟ ده تطبيق كلينيكال شويه على الكلام اللي احنا بنقوله، ان في بعض الناس بتزور دكتور الرمد وتشتكي له من شكوى غريبه جدا، تقول له يا دكتور احنا الصبح ما شاء الله يعني بنشوف حلو، بنشوف تمام، مفيش مشكله في الرؤيه بتاعتنا بتاع الصبح، بس نيجي يا دكتور الجو يعني الاذان المغرب كده ياذن، ونيجي مثلا نمشي في الشارع نبص من البلكونه، اول ما الجو يبدا يضلم كده لحد طبعا ما الشمس تطلع تاني، ما بنشوفش حلو بالليل. ده احنا بس ما بنشوفش حلو، ده احنا بنشوف كل حاجه لونها رمادي، يعني كاشباح للحاجه كده.
بنشوف الحاجة مش واضحة، بنشوفها لونها رمادي، لونها اسود. على فكرة احنا بالليل لو احنا مثلا ماشيين في الشارع وفي عمود نور او اي حاجة، هتقدر تشوف الحاجة بلونها. يعني مثلا لو في بوابة لونها نبيتي هتشوفها نبيتي، مش هتشوفها نبيتي اللي هو نبيتي بوضوحها، هتشوفها على الاقل بني. يعني الضوء فعلا هيأثر شوية على الافكت بتاع الكلر، فهيبين لك لون نبيتي ان هو بني. الشجرة مثلا هنشوفها الورق بتاعها اخضر غامق قوي، بس على الاقل عارفين ان الشجرة لونها اخضر، مش هنشوفها سودة، مش هنشوفها رمادي. فدي حاجة غريبة جدا ان العيان بيجي يشتكي للدكتور منها. فيبدأ الدكتور اول ما يسمع، دكتور الرمد اول ما يسمع الشكوى دي من العيان ان هو بيشوف بالليل حاجات رمادية ومش واضحة، يعرف ان المريض ده عنده نايت بلايندنس، عمى ليلي. ايه بقى هو النايت بلايندنس او العمى الليلي ده؟ ده ببساطة كده يا ولاد شخص بيسفر او عنده ديفيشنسي من فيتامين ايه، عنده نقص من فيتامين ايه. انتوا هتقولوا من غير ما انا اكمل، بما انه عنده نقص فيتامين ايه، اذا الريتينال ناقص، اذا تكوين الفوتو بيجمنت ناقصه، اذا هيأثر على عملية الرؤية. طيب تمام، يعني هيأثر على الكونز والرودز. طب ليه بقى العيان ده جه يشتكي بالذات ان هو ما بيشوفش بالليل؟ مش احنا قلنا ان هو هيأثر على الرودز والكونز، الرؤية الليلية والنهارية. هو بيجي يقول له الدكتور انا بشوف الصبح حلو جدا بس بالليل بشوف رمادي. لو انتوا تفتكروا احنا لسه قايلين في الادابتيشن ان احنا بنحتاج بالليل كمية فوتو بيجمنت عالية جدا جدا جدا، ان احنا بنشوف بنحتاج بالليل كمية فوتو بيجمنت كتير، فبالتالي اللي بيتأثر اكتر هي الرؤية الليلية. الرؤية النهارية بتتأثر، بس ستيل الاشعة والضوء القوي بيخلي الشخص يشوف، بيعمل استيميوليشن حلو. هو الشخص ده بيبقى عنده ديفكت صغير في الرؤية النهارية، بس هو ما بيحسش بيه اصلا. كل اللي بيتأثر عنده هو الرؤية الليلية. اذا النايت بلايندنس كديفينيشن ان دي كونديشن بتحصل في البيرسون اللي بيسفر من ايه، ديفيشنسي من فيتامين ايه. الفيتامين ايه ده ريكوايرد للفورميشن بتاع الريتينال، وبالتالي بيتاثر بناء على ان الريتينال كميته قلت ان الرودوبسن بيقل، والرودوبسن ده مسؤول عن نايت فيجن. فبالتالي النايت فيجن سيفيرلي دايمنشد، بتتاثر جدا لان اللايت فيجن بتتطلب كميه فوتو بيجمنت كتيره جدا، وبالتالي البيشنت كانت سي ان ديم لايت اور ديورينج النايت، اللي هو يعني في الضوء الخافت او اثناء الليل البيشنت ده ما بيقدرش يشوف. طيب اثناء البرايت لايت، اثناء الـ اليوم والنهار، الكونز ستيل بي اكسايتد ديسبايت ريدكشن زير كلر فوتو بيجمنت از ويل. يعني الفوتو بيجمنت بتقل، بس ستيل الكونز قادره ان الاشعه الضوئيه تعمل لها ستيميوليشن حلو وتستحسها حلو، فبالتالي الشخص بيشوف كويس. نورمالي في العاده ان الفيتامين اي اصلا بيتخزن في الليفر، ومن الليفر بيروح شويه منه زي ما احنا قلنا في البيجمنت ايبيثيليوم بتاع الريتينا. فبالتالي النايت بلايندنس بيحصل، او ممكن النايت بلايندنس ده، علشان النايت بلايندنس يحصل، ده معناه ان شخص عنده ديفيشنت كتير كبير جدا جدا جدا. يعني حتى المخزن بتاع فيتامين ايه في الليفر خلصان، وده بيتطلب ان انت ما تاكلش فيتامين ايه لمده شهور. وده ممكن يحصل في المجاعات، او في الناس اللي عندها نقص في الغذاء، او الناس اللي هي اصلا مش بتهتم ان هي تاكل خضروات وبتاكل كل اكلها فاست فود، فبالتالي بتفقد سورس الفيتامين A، فبالتالي بيحصل ليها النايت بلايندنس. وعلى فكرة النايت بلايندنس ده ريفرزل جدا، يعني ممكن اصلا بحقنة بس الدكتور يحقنها للعيان في العيادة بتاعته تحتوي على فيتامين A، كل حاجة بتتظبط ان شاء الله. علشان ننتهي من الحتة دي، مراجعة صغيرة كده بس العناوين، انا عارفة انتوا زهقتوا بس لا انتوا ابطال ان شاء الله، يعني مستحملين ومكملين ان شاء الله. اول حاجه احنا خدناها ايه، عمليه الفيجن. ازاي عمليه الفيجن بتحصل؟ ان الشعاع الضوئي بيسقط على ريسبتور في الريتينا. الريسبتور دي في منها نوعين، خاص بالرؤيه الليليه وخاص بالرؤيه النهاريه. الخاص بالرؤيه الليليه اسمه رودز، والخاص بالرؤيه النهاريه اسمها الكونز. سواء كانت الكونز او الرودز بتحتوي على حاجه كده اسمها فوتو بيجمنت. الفوتو بيجمنت دي هي اللي بتحول ليا الشعاع الضوئي الكهرباء عن طريق مركب من سلسله من التفاعلات كتيره جدا بتحصل لحد ما نوصل للمركب ده، فيديني حاجه اسمها الميتيرودوبسين 2. الميتيرودوبسين 2 ده بيأدي الوظيفة بتاعته وبيحصل له ريسايكلينج مرة تانية ويرجع ليا تاني لصورة ايه، رودوبسين. عرفنا ان احنا عندنا حاجة اسمها النايت بلايندنس،
تحصل ايه النايت بلايندنس ده، لما فيتامين ايه ينقص في الجسم او يحصل له ديفيشنت. بتتميز بايه النايت بلايندنس ده؟ احنا خلاص بقينا دكاتره رمد، العيان بيجي يقول ان هو بيشوف الصبح حلو بس النهار بيشوف مش إيه، النهار بيشوف فيه حلو بس بالليل مش قادر يشوف، بيشوف الحاجه رماديه كلها او سمراء. اتفقنا ان الشخص الطبيعي اثناء الليل بيشوف الحاجه غامقه شويه بس عمره ما بيشوفها سمراء او رمادي، فيجي يشتكي من الدكتور الشكوى دي، الدكتور على طول يعرف ان هو عنده نقص فيتامين ايه، لان الفيتامين ايه بيأثر ليا لما فيتامين ايه يقل الريتينال بيقل، فبالتالي بيأثر لي على تكوين الفوتو بيجمنت. مين بيتأثر اكتر، الرز ولا الكنز؟ الرز. ليه الرز؟ لان احنا اثناء الليل بنحتاج نصنع كميه فوتو بيجمنت كتير عشان تكمبنسيت او تعادل نقص الاشعه الضوئيه او